اسالكم سؤال وابغى الجمهور يجاوبون عليه. انا عارف الجواب بس ابغاكم انتم، هل انتم اليوم زي دروب واحد؟ لا. لما كنا في جنتل 7؟ لا. احنا اليوم جنتل 31 صح؟ الاخوه والاخوات المشاهدين جاوبوا في الهاشتاج، الشباب قاعد تشوفونهم في الرياليتي نفس ما كانوا في اول اسبوع؟ لا. السؤال الثاني الاخوه والاخوات المشاهدين، قاعد تحسون الشباب استفادوا من دروب ولا ما استفادوا؟ لانهم لو ما استفادوا بخصم عليهم كلهم يوم الخميس. لا استفدنا استفدنا يا جمهور. فهمتوا شو اقصد؟ انا وراح تتعلم اشياء كثيره، راح تتعلم اشياء كثيره. حلقه اليوم احنا تكلمنا عن اتيكيت التواصل، الاسبوع الماضي لان تكلمنا عن اتيكيت التواصل مثلنا المشاهد التمثيليه زين عشان كانت جزء من التقييم، لكن الاسبوع هذا اتيكيت التواصل هو كان تكمله لحلقه الاسبوع الماضي، ولكن الان ما راح اقيمكم عليها، بقيمكم على كل شيء في اتيكيت التواصل، بقيمك في تعاملك مع اللجنه لانك انت بتوقف امام